عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بدأت الجميع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نرحب بكل المتابعين على أرضية هذا الميدان، ميدان بوسمرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ظهرا وسندا لهذه الدولة ولكافة دول الخليج ولكافة الدول العربية والإسلامية بالصحة والعافية والعمر المديد. هكذا نرحب بهذه الأسماء، نرحب بالشوط الأول لقاء أبكار محليات الأصايل. المسافة هي 5 كيلومترات بهذا الصباح، صباحية يوم الأحد تاريخ 30 يناير لعام 2022 للميلاد. ننطلق ونسير مع أول المنطلقات بهذا الشوط، أول المنطلقات الباحثات عن الفوز. هذه لا تحتل مقدمة الشوط كما رغم هذه تحت مقدمة الشوط. في المركز الأول الآن اللي تصدرت غيمتي هذا الشوط، هذه رقم 17، هذه نشوف اللي رقم 7 في المركز الأول. هذه الآن اللي للسيد جمعة بن عيد بن عبيد المهيري تحت المقدمة هذا الشوط اللي هي هلبة 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 هلبة. بينما المركز الثاني عندك يا بن درويش بن عاطف المزروعي يقدم لنا بهذا الشوط شواهين محمد بن درويش بن عاطف المزروعي، نقلة مع المركز الثاني. هذه أرصاد مغير بسالة بن حارب الحميمي. المركز الرابع وصلت رسالة سلطان بن علي بن الراشد النيادي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس عندك ابو عيلان سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري مع وجود حكاية. المركز السادس دخلت بهذه اللحظات على المركز وصول، يا سلام يا سلام، وصلت الان اللي هي وصلت الان. هذه انتباه، هذه اللي غيرت للسيد جمعة بن محمد بن علي بن جمعة اسمها هيلة 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 هيلة. وصلنا الى وين يا شباب؟ وصلنا مع المركز السابع. هذه المركز السابع غزوة غزوة خلف بن راشد النايل الشامسي. المركز خلف المركز الثامن غزوة. المركز التاسع عند بن هاشل، هذه عند بن هاشل وصلت مرموقة احمد بن محمد بن هاشل. المركز العاشر السيد سعيد بن محمد الكليل العامري اسمها شواهين. هذه النتيجة للعشرة المراكز الاولى للعشرة النجوم المتقدمة بهذا الشوط مع الشوط الاول الشوط رئيس المحليات الأصايل. الشوط الأول حضر له لامة، دائما دائما نقدم هذه الأبيات في الأشواط الأولى. حضر له لامة نقوة أصايل ضمر مثل الريام طافني قاد عرض يمشي النظام وصفا على حبل من الضغط سام وابو حارب ما شاء الله يقدم لنا أرصاد أرصاد يا أرصاد. هذا الاسم يذكرنا بأرصاد بأرصاد اللي صالت وقالت في ميادين السباق. أرصاد لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، اللي ضمرها سعادة عيلان بن عبد الله المهيري. أعتقد هذه سميت على تلك الاسم ولا من نفس السلالة يبدو. هذه أرصاد مغير بسالة
بالحارب العميمي المركز الثاني اللي هي فينا جمعة بن محمد بن علي بن جمعة تحتل المركز الثاني المركز الثالث هذه الثالثة الآن اللي هي من يا جمعة بن عيد المهيري المركز الرابع وصول يا سلام يا سلام اللي غيرت الآن اللي بدلت في هذه اللحظات اللي عليها رقم 12 هذه وصلت الضبية علي بن محمد بن سعيد بن معبد النيادي وصول من غبل الآن غزوة خلف بن راشد النايل الشامسي وصل سعيد بن محمد الكليل العامري يقدم لنا بها وشوطة شواهين وشوف شعار بن هلي شوف لي شعار بن هلي كم رقم هذه اللي غيرت هناك وصول ممتاز ما شاء الله بدأت بالتغيير في هذه اللحظات كم الرقم هذه مشكلة لاحق بن عبيد بن سالم بن هلي يا سلام وصل بن هلي والمهلي بن هلي يا بن هلي احلوت المنافسة مع الشوط الاول محليات وارصاد وين ما شاء الله مع الكيلو المتر الاخير يا راعي صيد مغير بسالة بالحارب الحبيبي وصلت الآن تغترب بهذه اللحظات اللي هي هيلة جمعة بن محمد بن علي بن جمعة تحتل المركز الثاني مشكلة لاحق بن عبيد بسالم بن هلي هيرغن المركز الرابع هذه الذيبة كردوس بن الدود بن سالمين العامري يا سلام حلوة المنافسة هذا الكلام مشكلة روح يا سلام بن سالمين مع الذيبة يا سلام الذيبة كردوس بن الدود بن سالمين العامري يا سلام حلوة المنافسة روح يا ابو حمد سلامك روح خلك في الفورمة يا سلام هذه حلوة المنافسة مع وجود اللي الذيبة في موقع الذياب تقدم اجمل العروض اشكرك يا بن كردوس ابن الدودة في سالمين العامري من يحكم القبر مع الشوط الاول المحليات رسائل هذه لحظات الوصول الى خط النهاية المركز الثاني مشكلة لاحق بعدين سال بهي بكثير ارصاد بغيب سال حميمي الرابعة ستة رابعة أهيلة جمعة بن محمد بن علي بن جمعة والخامسة 12 الخامسة هذه أضبية للسيد علي بن محمد بن سعيد بن محمد بن معبد النيادي عودوا بالتهنئة والنبوس إلى كردوس اللي قدم لنا الذيبة كردوس بن الدود بن سالمين العامري سجلت معانا بها الشوط 7 دقائق 33 ثانية وفاء وتماما وكمالا.